اهلا وسهلا، مرحبا بالناس الزينه. بغيت نقول لكم واحد الحاجه زوينه اكتشفتها في 2023، هي انه اي وقت تقضيه مع الانسان الجاهل هو ضياع من العمر ديالك. الانسان الجاهل عنده واحد المميزات، اهمها انه لا يتعب من الكلام وما تيعيش من تحقاق ومن، يعني انت ميمكنش تغلبه، تيبقى يدوي بزاف. قال لك لا تماري جاهلا فتتعب، اتركه ك ثلاثة نقاط تنالو صواب. تبقاش دوي، تبقاش توري شي واحد اللي جاهل، خليه جاهل، ربي تيعرف شنو تيدير، وانت راك ماشي رسول، نزل عليك الوحي. لا، دخل سوق راسك. الجاهل راه مضر، والعلم ديال الجاهل مضر.